السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي الأوفياء مرحبا بكم. نتمنى إن شاء الله تكونوا بكامل الصحة والعافية وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. اليوم غادي نشارك معكم الغداء ديالي. حضرت طاجين حلو مع شوية سلطة، وقلت علاش لا ما نشاركش مع المشاهدين ديالي. نتمنى إن شاء الله ينال إعجابكم غدانا ديال اليوم. ندوزو على بركة الله نشوفو الطريقة والمقادير اللي حضرت بهم الغدا ديالنا، اللي هو طويجين حلو مع السلطة. هنا عندي اللحم، شوية اللحم، وعندي واحد القليل من العطرية، الملح والبزار والخرقوم والسكنجبير، عندي حبة ديال البصلة كبيرة مقطعة، عندي القليل من مشمش يابس والقليل من الزبيب، وهنا عندي واحد ثلاثه الحبات كبار ديال البصله مقطعين على هذا الشكل، عندي زيت الزيتون وزيت المائده، وعندي واحد رويس ديال الثوم مع قبيطه ديال القزبر ومعدنوس. هنا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحضر هذيك الشرموله اللي غادي نرقد فيها اللحم. خديت واحد الاناء وحكيت فيه داك الرويس ديال الثوم، وغادي ننزل ديك التوابل او العطريه اللي ذكرت من قبل، كيف ما كتشوفوا معايا الملح والبزار والسكنجبير والخرقوم، وغادي نضيف ليهم القليل من الماء. نخلط هاد العناصر اللي ذكرت، وغادي ندوز فيهم اللحيمات ونخليهم جانبا حتى يشربوا شويه كيف ما نقولوا الاقامه. خليكم معايا حتى نشوفوا جميع المراحل اللي حضرت بها الغداء ديال اليوم. بعد ما دوزت اللحم في الاقامه خديت الطاجين، نزلت فيه القليل من زيت المائده والقليل من زيت الزيتون، والطاجين راني مشعل عليه النار ودرت واحد الحاجز ما بين النار والطاجين باش ما يتحرقش ليا، واحد الحديده، ولا نديروا المقله ما بين الطاجين والنار. هنا ديك البصله اللي مقطعه رقيقه راني حطيتها في الطاجين وضفت ليها اللحم. هاد الحبه ديال البصله غادي نقلي فيها اللحم شويه، ومن بعد عاد غادي نضيف البصله اللي مقطعه. نخلي هاد اللحيمات يتشحروا ونمشي ناخد ديك البصله اللي قطعت من قبل، غادي ندوزها في الاقامه اللي شاطت على اللحم، ونزيد عليها شويه ديال القرفه. كيف ما كتعرفوا البصله والزبيب تيمشيو مزيان مع لوغو ديال القرفه، لان الطاجين كيف ما شفتوا معايا غادي يكون حلو. ندوز البصله في هاد كيف ما كتشوفوا هاد شويه العطريه اللي تبقى على اللحم، اللي ضفت ليه واحد شويه القرفه. نخلط مزيان هاد البصله مع الزبيب، ومن بعد ما يتقلى الطاجين ديالي اللحيمات يتقلاو مزيان، غادي نرجع نضيف لهم هاد البصله، ونضيف ليهم هذوك الحبات ديال المشمش والقبيطة ديال القزبر ومعدنوس، وغادي نخلي الطاجين ديالي يطيب على المهل. ومن بعد غادي ندوزو باش نحضرو السلطة اللي شفتو معايا في الاول ديال الفيديو. السلطة غادي نحضرها بليباط مع شوية الخضرة. خليكم معايا ما تمشيو فين حتى نكملو الغدا ديالنا ديال اليوم. Thank you.
انا كيف ما كتشوفوا معايا ما ضفتش الماء كتير للطاجين. بالطبع الماء راه ضفته للطاجين بعد ما كان غليان، كيف ما كتعرفوا الطاجين الا ضفنا ليه الماء بارد راه يتكسر. دائما نضيفوا الماء غليان، ما درتش بزاف الماء لان البصله كيف ما كتعرفوا هي كتعطي الماء. الطاجين ديالي كيف ما تشوفوها هو طاب، ودابا غندوزو باش نحضروا السلطه. كيف ما تشوفوا معايا السلطه كتكون من الخس وخضار مطيشه، الخيار، الفلفله ملونه، عندي واحد الصلصه، عندي جزره محكوكه، لي بات اللي سلقتهم من قبل، شويه الذره. وبالطبع هادشي كله راه هاد الخضار كلها راها مغسوله مزيان ومسقطره. هناخد لي بات اللي سلقت من قبل وتسنيتها حتى بردات، نزلتها في هاد الاناء وضفت ليها واحد العلبه ديال الذره. وهنا غنضيف القليل من الفلفل الاحمر واخضر والخيار مقطع رقيق، ونحتفظ بالطماطم والقطع ديال الخيار باش نزين السلطه ديالي. كما كتشوفوا هادو غنحتفظ بهم. هنا غادي نضيف هاد الجزر اللي حكيتها في الحكاكه الغليظه كما كتشوفوا، وغادي نضيف واحد الصلصه متكونه من العصير ديال الحامض والملح، شويه د البزار وشويه د الزيت، ونخلط السلطه ديالي مزيان. ومن بعد غادي نقدمها في طبق كيف ما كتشوفوا اللي درت فيه واحد الفراش ديال الخس. خليكم معايا حتى نشوفوا الطبق اللي وجدت اليوم للغدا ديال الطاجين حلو بالبصله والزبيب والمشمش، ورافقته بهذه السلطه اللي كتشوفوا معايا. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم غدانا ديال اليوم. ومن هنا كنقول لكم شكرا لكم على التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا، وشكرا للناس اللي معايا من بدايه القناه، وكذلك الناس اللي عاد غيلتحقوا بالقناه نقول لهم مرحبا بكم، ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. واللي ما مشتركش عندي في القناه يشترك باش يبقى يشوف الجديد، وما تنسونيش من التعاليق الزوينه ديالكم والاعجاب. وشكرا لكم جميعا، ونتمنى ان شاء الله يكون محتوى القناة مفيد. ونقول لكم شكرا وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله. خليكم معايا حتى تشوفوا التقديم ديال الغداء ديالنا ديال اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.